وافقت إدارة نادي الحسين الرياضية على الاستقالة التي قدمها المدير الفني هادي مطنش بعد الخسارة أمام فريق الصناعاتي بأربعة أهداف نظيفة. ومدير فريق الحسين فاضل صغير أوضح أن المدرب هادي مطنش قدم استقالته رسميا من قيادة الفريق مبينا أن الإدارة شكرت المدرب ووافقت على استقالته. وأضاف أن الإدارة أبقت على الكادر المساعد لقيادة الفريق لحين انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب الدوري الممتاز وتسمية مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.